اهلا بكم من جديد في فقرة سهم وقوص. عندنا موقعة مرتقبة النهاردة على أرض استاد القاهرة، يدخلها الفارس الأبيض أمام حضور 5000 مخلص من أنصاره الأوفياء، كل هدفه تخطي آخر عقبة النهاردة، العقبة قبل الأخيرة فقبل نهائي كأس مصر للموسم الماضي. إن شاء الله نتمنى الفوز النهارده عشان نادي الزمالك يتخطى هذه المباراه، يوصل المباراه النهائيه، يحقق لقبه رقم 29 في بطوله كاس مصر اقدم البطولات المصريه. هيكلمنا بشكل اكتر بشكل فني عن نادي الزمالك كابتن محمد ابراهيم نجم نادي الزمالك السابق اللي برحب بيه وبيشرفني وبينورني دايما. يا هيما شرفنا حبيبي ابو حميد، ربنا يخليك. نهارك ابيض ونهار ابيض على كل الزملكاويه. شايف الملامح الفنيه المباراه زي دي، مباراه ما بين فريرا وباتشيكو، باتشيكو طبعا حافظ نادي الزمالك او عارف على علم باغلب لاعبي الفريق، شايف المواجهه دي ازاي؟ لا باتشيكو يعني مش يعني باتشيكو لما كان موجود في الزمالك مبدئيا ما كانش فيه نص اللعيبه دي، ما كانتش موجوده يعني، بس نص اللعيبه كانت موجوده، النص التاني كان موجود. بس انت يعني دلوقتي هو خلاص عنده انت بص 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 احنا انت بتتكلم في، اصل انا مش جايب مثلا شيكابالا ده من لسه اول مره يلعب، ما ده الناس كلها عارفه 20 سنه بيلعب في النادي الزمالك، عارفه طريقه لعبه وعارفه طريقه حتى الصفقات الجديده، الناس عارفاهم بيلعبوا ازاي اصلا في الدوري وعارفه اسلوب لعبهم ازاي. هي القصه كلها بتختلف ان انت كمدير فني انت طورت بقى من طريقه اللعب، طورت من اسلوب لعب اللعيبه عندك، فدي بتبقى ده الاختلاف جوه الملعب، ان انت بتلعب شطرنج زي ما بيقولوا كده، يعني بتبتدي تعمل تدوير، بتبتدي تعمل بتلعب على الجانب الذهني للمدير الفني اللي قدامك، الجانب النفسي للعيبه، الحاجات دي كلها. مباراه الكاس مش متوقعه، ما ينفعش فيها توقع لان انت لازم في حد فيها حد يكسب تمام، بس هي التاريخ بيقول احنا لعبنا بيراميدز 13 مباراه منهم ماتش واحد في الكاس تمام. ماتش الكاس ده احنا كسبنا 3، كان نهائي 2019 كسبنا 3، لعبناهم 13 مباراه في الدوري، يعني لعبناهم مباراه في الكاس و13 مباراه في الدوري، كسبنا 9 تعادلنا 3 وهزمنا من بيراميدز في 14 مباراه هزمنا ماتش، فالتاريخ لمصلحه نادي الزمالك. انا لا اعتقد بمثل هذه الامور، انا ما بحبش التاريخ في حته تاريخ المواجهات، فانا عندي افضليه عنده، فالنهارده انا لا ما لهاش ما اي علاقه. ما انا هرجع لك بقى في الملعب، دلوقتي في الملعب هو اللي السكواد بيقوم بتاع من السكواد فين. بتاع بيراميدز اقوى سكواد موجود في افريقيا اصلا، يعني حتى اللعيبه اللي عنده حتى المحترفين اللي عنده من افضل المحترفين اللي موجودين في افريقيا، لكن انت نادي الزمالك شخصيتك تاريخك كل حاجه، جمهورك حتى الملعب هيبقى النهارده متقفل لنادي الزمالك، ال 5000 ما اعتقدش ان فيهم حد هيشجع بيراميدز. انا توقعاتي ان الزمالك النهارده لو فرض شخصيته من اول الماتش هتكسب ماتشات بيراميدز او الماتشات الفرق الكبيره عامه. يا احمد بص، يعني فرقه زي بيراميدز، فرقه زي النادي الاهلي، الفرق دي مش متعوده ان حد يهاجمها ويمسك كوره ويدور كوره عليهم، مش متعودين ان هم يدافعوا، متعودين ان الفرق كلها تدافع عليهم وهم اللي بيهاجموا، فانت لما بتعمل ده قدامهم بتلاقي الماتش سهل جدا جدا جدا. على النقيض لو انت سبتهم هم اللي يعملوا فيك ده، انت برضه كنادي الزمالك انت مش متعود ان حد يهاجمك وحد ينقل كرة عليك ويستحوذ عليك ويستحوذ على نص الملعب والحاجات دي كلها، فبتلاقي تحس الماتش صعب جدا وبيروح منك. فهي دي القصه كلها، ان انا لازم النهارده امتلك نص الملعب، لازم نسبه الاستحواذ بتاعتي تبقى عاليه جدا 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 جدا، زائد ان النهارده كاس، يعني الفرصه ممكن ما تجيش تاني، يعني ممكن يجي لك فرصه اتنين طول الجيم، فيبقى التركيز لازم يبقى درجه التركيز النهارده عاليه جدا جدا، لان دي البطوله المحببه لينا زي ما بيقولوا كده لنادي الزمالك والجمهور الزمالك، والبطوله دي احنا دايما بنحسها بتحبنا، يعني بتحب كاس مصر بيحب نادي الزمالك، يعني ما بيحبش يطلع من جوه 100 عقبه. فنتمنى النهارده طبعا ربنا يكرمنا ويوفقنا ويعني ونصعد للمباراه النهائيه ونتوج بالكاس ان شاء الله. يعني مدرسه مختلفه باتشيكو عن تاكس جونياس، يمكن في المباراه الاخيره كانت فرص كتير قوي لفريق بيراميدز وكسبنا بهدف مصطفى شلبي، تاكيس بيعتمد على الاستحواذ، الاستحواذ كتير جدا، باتشيكو بيعتمد على التحولات تمام، والاستحواذ بتاعه ايجابي جدا لما كان مع نادي الزمالك بيستحوذ في الثلث الامامي، لما بيضغط الفرقه بيضغط ضغط عالي وبيلعب بيستحوذ وبيخلق فرص وبيخلق مساحات وبيلعب دايما في ظهر الباكات وفي ظهر المدافعين، فعشان دايما كده هي بيلعب في المساحات مواجهه مختلفه. طبعا مختلفه جداً. عن اللي فات طبعا، هو دايما باتشيكو بيلعب في ظهر المدافعين او في ظهر المساحات، او هو دايما بيذاكر كويس عكس تاكيس. تاكيس عنده مشكله، يعني هو من المدربين الشاطرين جدا 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 اللي جم مصر، بس هو عنده مشكله، هو سيستم لعبه واحد من ايام ما كان في دجله،
لحد ما مشي من بيراميدز. هي سيستم اللعب واحد، مع ان السكواد بتاعك اللي كان في دجله السكواد بتاع بيراميدز اعلى منه بكتير، فانت كان لازم تطور من طريقه لعبك على بما يتناسب مع الامكانيات لعبتك. باتشيكو عنده دي، عنده الحنكه دي زي ما بيقولوا كده، عنده السنس ده اللي هو ممكن يخلي بيراميدز في حته تانية خالص. تمام. فريرا ازاي يتعامل مع ده؟ لا مستر فريرا طبعا يعني هو اكيد يعني هو البروفيسور بتاع الناس دي كلها، يعني هو يعني في علم التدريب عندنا هو، لا هو البروفيسور بتاع الناس دي كلها. فطبيعي ان انا هنزل كنادي الزمالك، يعني لو انا مسؤول عن الماتش النهارده، لا انا هنزل العب اسلوبي وسيستمي، وهلعب وهضغط من فوق وهدور الملعب وهستحوذ على الكوره، وهخلي بيراميدز هم اللي يلعبوا على نفس السيستم بتاعي، مش هستنى ان هم ان هو اللي يفاجئني وان هو اللي يبادر وان انا ابقى رد فعل. لا انا دايما هبقى فعل، لان انا دايما انا نادي الزمالك، انا بطل دوري وكاس سنتين، انا من افضل الفرق اللي موجوده في افريقيا اذا ما كنتش افضلهم، فلازم انا انزل اسيطر على الجيم من اوله. طيب شايف ان نتيجتين الماتشات اللي فاتت الاتحاد والداخليه تعادلين، ورغم ان دي منافسه مختلفه ولكن بتسبب ضغط على لاعبي نادي الزمالك على الجهاز الفني لنادي الزمالك؟ بص هو طبعا طبيعي انت في نادي الزمالك، يعني التعادل بالنسبه للناس تبقى نهايه الكون يعني، فما بالك تعادلين ورا بعض وقبليهم كانت هزيمه من اسوان يعني، فالموضوع تحس ان يعني ايه، زائد ان الاعلام ما يديني حاجه كده ان الدنيا كارثيه في نادي الزمالك. لا بالعكس، احنا ولا كارثيه ولا حاجه، احنا الفرق كام بونت؟ فرق 4 بونت، يعني انت بتتكلم في كلام فاضي. انت فاهم قصدي؟ لسه بدري جدا على الدوري، لسه بدري، انت فاهم قصدي؟ فالموضوع لسه، بس هي الدنيا متهوله علشان يضغطوا على اللعيبه نفسيا، لكن اللعيبه دي محتاجه في التوقيت ده محتاجين نتعامل نفسيا كويس. ما عنديش مشكله خالص حتى لو غيرنا طريقه اللعب، لان احنا اصلا احنا غيرنا طريقه اللعب، بقينا نلعب 4 حاليا، لما كنا بنلعب ب3 كنا ماشيين كويس جدا، تمام؟ فاحنا حاليا بنلعب ب4، انا ما عندي يعني ايه المانع ان احنا نرجع نلعب ب3 تاني؟ ايه المانع في 3 في نص الملعب؟ 3 ورا، 3 4 3 3 4 3، اه ايه المانع؟ لان احنا خدنا بيها دوري وكاس سنتين ورا بعض، طب ايه المانع ان انا ارجع تاني؟ اصل النغمه ان احنا ما كانش عندنا السكواد العالي فعشان نلعب 4، طب انا السكواد جه دلوقتي والدنيا مش ماشيه، طب ايه المشكله ان انا ارجع لطريقتي اصلا المحببه ليا وان انا العب 3 4 3؟ ولو ان انا شايف 3 4 3 دي خطه هجوميه جدا بالظبط، صحيح، بس انت كان بيخش فيك اجوان قليله، كنت بتسيطر على نص الملعب، تستحوذ، مأمن خط الظهر كويس، وانت عندك ناس قدام ما شاء الله عليهم بتعرف تجيب لك جون، فكنت بتكسب كل ماتشات. طرق اللعب لما بتتغير كده بتخلي اللعيبه ما عندهاش حته التمركزيه الصح، يعني اللعيب لما بيجاب من اليمين للشمال، من الباك للمساك، الحته دي ممكن تلخبط اللعيبه شويه، ياخدوا وقت عقبال ما يمشوا مع نفس السيستم الجديد. ما هو حسب مين اللعيب، يعني انت في لعيبه كبيره، ما هو انا دلوقتي كمدرب في لعيب مثلا بيلعب باك رايت وبيلعب مثلا 6 وبيلعب 8 وممكن العبه 4 سيرت باك مثلا، ممكن العبه وينج رايت، فده لعيب بالنسبه لي نموذجي بيحل لي، تمام؟ لكن هو بيبقى ليه دور او مثلا ليه بوزيشن معين، انا مثلا سايب بلعب 6، فلما انا كمدرب بلعبك 6 بحاسبك 100% على البوزيشن بتاعك، لكن لما باجي العبك باك رايت مثلا اتحركت ليك باك ليفت ما بحاسبكش. احنا كجمهور بقى او الناس الجمهور احمد علي ما قداش الماتش اللي فات بشكل، انا كمدرب هحاسبك 60% بس، لان ده مش البوزيشن بتاعك، بس انت بالنسبه لي حليت لي ازمه في الماتش، فانت بالنسبه لي نمبر 1 عندي، يعني انت بالنسبه لي من الناس الرجاله اللي ما قالتليش لا، اللي حلت لي الازمه، لكن بالنسبه للناس لا، ده احمد ما قداش كويس، ما هو ما قداش كويس يا جماعه عشان ما بيلعبش في البوزيشن بتاعه، بس هي ظروف الجيم حكمت ان هو يجي هنا، انت فاهم قصدي؟ فهي دي قصه، لكن لعيبه الزمالك لا، لعيبه كبار جدا وعندهم خبرات كبيره جدا، وان انا يعني بنشوف زيزو دلوقتي يلعب وينج رايت او وينج ليفت بيبقى شغال بشكل كويس، ولو اني مصر ان زيزو لو لعب رقم 10 هيبقى من افضل اللعيبه اللي في مصر. طيب انت دلوقتي بتتكلم، انت طبعا كنت لعيب بخط نص، فانت شايف التركيبه انت عايز تلعب 3 4 3، انا 3 4 3، مين اللي في نص الملعب الاثنين؟ 3 4 3، هيبقى في 2 في نص الملعب. بص انا ليه وجهه نظر، انا البروفيسور بيلعب دلوقتي 4 3 3 وبتتغير ل 5 3 2 و 3 5 2 في وسط المباراه، ولكن انت شايف 2 ولا 3 لعيبه في نص الملعب؟ انا شايف الزمالك حاليا السكواد بتاعه 2، لان لعبتنا اقوياء جدا، تمام؟ زائد ان انا عندي مشكله،
عندنا رؤى، عمرو السيسي، دونجا، تقريبا نفس ستايل اللعب. سيد نيمار طبعا، لا سيد، بص سيد وسيد خلي بالك لعب على عدلته في الماتش ده اللي هو كان بيلعب فيها في التشيك. قلت لك هنا قبل كده السيد اللعيب بتاعي في كام فرقتي، سيف جعفر كان فرقتي، يوسف اسامه نبيه. يوسف بيلعب هاف رايت على فكره، مش هاف ليفت خالص، هاف رايت. هاف رايت هو هاف رايت حاجه طياره مش طبيعيه يعني، فاهم؟ بس هو ربنا كان موفق في دي بقى الحته اللي انا بقول لك فيها ان هي بتاعه المدرب الكبير، ان انا بوظف لعيب في مكان صح فبيأدي بشكل كويس. سيد لما اتوظف ناحيه الباك رايت ادى بشكل مش طبيعي. صحيح. لما لعبنا ثلاثه ولعبنا اربعه وسيد هو الرابع ناحيه اليمين بيأدي بشكل كويس جدا جدا جدا. لما بيروح ناحيه الشمال بيأدي برضه بشكل كويس، لان هو اصلا بيلعب ناحيه الشمال مش ناحيه اليمين. تمام. انا 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 يعني انا شايف الماتش النهارده هيخلص تصويب، هيخلص حاجه بتاعه لعيب كبير يعني، حاجه مش متوقعه، حاجه بره الصندوق، حاجه يعني حتى بعد شر لو دخل فينا جون وان شاء الله مش هيحصل، برضه هتلاقي حاجه برضه بره الصندوق، حاجه مش عاديه، مش اوفر عادي. ولو ان هم مميزين جدا في الكور العاليه، ودي لازم برضه النهارده ناخد بالنا منها جدا، لان لولا تالق عواد في الماتش اللي فات بتاع الدوري احنا ما كناش كسبنا. عندهم خلي بالك خط هجوم قوي جدا. لا كمان عندهم الديفنس مميز في الكور العاليه، علي جبر والطوال، علي جبر حاطط ثلاث كور بدماغه ورا بعض. انت قصدك في المسانده الهجوميه في الماتش اللي فات، فدي حاجات نقط لازم ناخد بالنا منها، زائد ان احنا يعني اخر ثلاث ماتشات تقريبا دخل فينا جونين كورنرز، فدي لازم شغل ملعب، لازم شغل خططي، لازم نعرف لاعبتنا ان شغلهم على ده، لان احنا ما ينفعش نادي الزمالك كل ماتش يخش فيها جون كورنر، ما ينفعش شاري لعيب ب 20 مليون 30 مليون عشان يخش فيها جون كل ماتش كورنر، مش هتنفع. لازم نقف وقفه صح، ولازم ناخد بالنا جدا جدا، لان بيراميدز مميز في الكور الثابته جدا. شايف ازاي بقى الديفنس بتاع نادي الزمالك يقف صح، وشايف ازاي يتعامل مع القوه الهجوميه لفريق بيراميدز؟ بتكلم على عبد الله السعيد، بتكلم على رمضان صبحي، فخر لقاي عادل، فخر لقاي، فخر الدين بن يوسف، فخر الدين بن يوسف لو نزل، يعني شايف ازاي يبقى التعامل مع الكم ده من اللعيبه؟ انا قلت لك هي القصه في ايه، انا لو مسؤول عن الماتش ده هدور الكره كتير جدا جدا جدا، فخلي المدافعين المهاجمين بتوع بيراميدز مدافعين ليا، للمدافعين بتوعي، فهيضطر ان هو يجري يدافع عليا كتير جدا جدا جدا، فلما هتجيله الكوره هيبقى المعدل البدني بتاعه والذهني مش زي ما هو مرتاح وانا مريحه وعمال اديله الكوره وانا مستنيه ان هو يحضر وواقف مرتاح، فهتلاقي اخطاء الفنيه عندهم كتير جدا. فالنهارده مكسبي الاستحواذ، نسبه الاستحواذ كتيره جدا، وان انا ما العبش الكوره الطويله، انا العب على الارض، وان انا انقل الكوره، وان انا اطلع دايما في نص ملعب، دايما في نص ملعب بيراميدز، حتى الديفنس بتاعي يطلع خطوتين في نص الملعب بتاع بيراميدز، لان احنا عندنا السرعات ورا، وعندنا القوه البدنيه، تمام؟ فما عنديش مشكله من السرعات الطويله والقوه البدنيه. ولازم النهارده فرقه زي بيراميدز دي لازم العبها في 30 يارده، 35 يارده بس، ما ينفعش العبها في الملعب كله، تمام؟ ودي خلي بالك مشكله بتواجه اغلبيه الفرق في الدوري، يعني يمكن الفرقه الوحيده اللي كانت بتعملها السنه دي كويس او فرقتين ومقدمين شكل كويس جدا 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 ومفاجئين الناس كلها، والناس يعني ايه المفاجات اللي عاملينها؟ غزل المحله واسوان. صحيح. عاملين كده ما بيلعبوش في مساحه كبيره، بيلعبوا في مساحه صغيره وعمالين بينقلوا بس 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 صغير، فجاه بيلعبوا على اخطاء بقى المنافس، سيرد باك قلش، واحد متمركز غلط بتاع، جابوا جون شكرا، تلاقيهم واخدوا 3 بونت وعمالين بيطلعوا في الجدول، بيتسحبوا كده في الجدول. فالنهارده لازم العب في 35 متر بس طول وعرض، لازم اخنق الملعب على بيراميدز، ولازم العب الشورت باس، ولازم اعمل مثلثات جوه الملعب، ولازم ادور الملعب كتير والكوره كتير. هتلاقي بيراميدز نفسيا هتلاقيهم وقعوا، ده مكسبك، تمام؟ زائد زي ما قلت لك التركيز في ان انا في انهاء الهجمه زي ما بيقولوا كده، ان انا لازم جات لي كوره، جات لي اتنين، جات لي تلاته، اللي بتيجي على المرمى لازم تخلص بس. دور زيزو هيبقى مهم قوي، خصوصا ان هو من نجوم المباراه، شايف دوره ازاي في مباراه زي دي؟ بص زيزو بقى دلوقتي حاليا رمز من رموز نادي الزمالك، يعني لا يقل قيمه عن الكباتن الكبار اللي هم تاريخ النادي، اللي احنا بنقعد نستمتع طبعا بالاداء بتاعهم بتاع زمان على القناه. زيزو دلوقتي بقى واحد من الكبار، واحد من النجوم، واحد من رموز نادي الزمالك. يكفي ان انت دلوقتي بتجيب سيره الزمالك في اي حته بيقول لك زيزو شيكابالا، كان الاول شيكابالا بس، فدلوقتي زيزو شيكابالا، تمام؟ فزيزو النهارده ليه دور كبير جدا، او مش النهارده بس، هو ليه دور كبير جدا في مشوار نادي الزمالك، ان انا كزيزو لازم اتالق في كل الماتشات،
لازم اساند فريقي في كل الماتشات، هو عامل ده بشكل كويس جدا جدا جدا. تمام، راجل شويه يمين بيأدي بشكل كويس، شويه شمال بيأدي بشكل كويس. انا برضو ما زلت مصر ان جيزو لو لعب من قلب الملعب، لو اللي ابتدى من ستارت من قلب الملعب وابتدى يطلع على الاطراف هيبقى خطر بشكل مش طبيعي، لان عنده السرعات وعنده القوه. وزيزو لعيب ذكي، ودي مش موجوده في لعيبه كتير في مصر. خلي بالك في لعيبه كتير جامدين جدا بس مش اذكياء، يعني زيزو، عبد الله السعيد، ناس كده بس بسيطه، اللي هو ممكن وهو بيجري يرفع عينه يعمل لك واحده مش متوقعه عكس اتجاه الجول. تمام، فالنهارده زيزو ان شاء الله هيبقى هو سبب مكسبنا باذن الله، ومستنيين منه كتير، ومستنيين منه بطوله الكاس وبطوله الدوري ان شاء الله. وجمهور نادي الزمالك متاثر بقاله فتره. سيف الدين الجزيري كان من نجوم نادي الزمالك ومن اهم الاوراق في هجوم نادي الزمالك، شايف ازاي ترجع له الثقه؟ يعني الراجل راجع من كاس العالم، طبعا كان محبط بعض الشيء بسبب ان هو ما شاركش مع منتخب تونس، ولكن ما رجعش لفورمته، ما رجعش لمستواه، ما رجعش لادائه اللي احنا متعودين عليه. سيف الدين الجزيري ازاي ترجع له الثقه؟ بص، يعني سيف الدين الجزيري انا شايفه فرود كويس جدا جدا، من افضل الفراودة اللي موجوده في افريقيا. وانا ما باخدش من الكلام بتاع السوشيال ميديا والناس ان الجزيري ولازم نمشي، لا بالعكس، من افضل الصفقات اللي جت نادي الزمالك بالارقام. تمام، من اقوى الفراودة، وفرود محطه كويسه جدا جدا جدا. انا شايف ان الجزيري لازم دلوقتي في التوقيت ده نتعامل معاه نفسي بشكل كويس، لازم ككوتشنج بقى يتعمل له تمرين انديفيدوال على الجون والجون فاضي. يعني الجزيري لازم اديله الثقه، هو وسامسون، ان احنا نديله الكوره والجون فاضي، حط جون، خلي رجلك تاخد ان هي تدخل جون. في وقت من الاوقات احنا بنحتاج ده، نعمل ده مع اللعيبه بتاعتنا اللي الثقه رايحه منهم شويه، فابتدي اديك الكوره سهله قدام الجون والجون فاضي، فعايزك تجيبها جون لحد ما رجلك تاخد على الجون بس. فدي بترجع ثقه ليك تاني في نفسك. تمام، لكن الجزيري فرود من الفراوده الجامدين جدا المؤثرين في الدوري المصري، وراجل محترف تونسي ومؤثر في منتخب تونس بشكل كبير جدا جدا جدا. وانا متوقعاتي ان الجزيري مش هيفضل في المستوى، يعني انا شايفه تكتيكيا ناجح جدا، يعني انا شايفه تكتيكيا ناجح جدا، بدليل ان مستر فيريرا ما استغناش عنه في كل المباريات. تمام، هي حته سوء التوفيق بقى، ان انا ما جبتش جون ماتش 2 3 دي عادي جدا بتحصل مع اي حد في الدنيا، يعني حصلت مع احسن فراوده في العالم، مش قصه. كريستيانو قعد فتره كبيره ما يجيبش اهداف، ليفاندوفسكي قعد كده، انت بتتكلم في ناس اسامي بملايين الملايين حصلت معاهم الكلام ده. فما بالنسبه لي انا كمدرب ما فيهاش مشكله، طالما هو بيأدي الاداء المطلوب منه او التكتيك او الشغل الجيم اللي بيطلب منه بيأديه، فهو بالنسبه لي كويس. وانا توقعاتي ان الجزيري النهارده هيهدف باذن الله. يعني المباراه ليها اكثر من تفصيله كده، يمكن هي مباراه في الكاس، فقبل نهائي كاس، فازاي الجهاز الفني يتعامل نفسيا مع اللعيبه ان دي ما لهاش علاقه بالدوري؟ طيب وبعدها مباراه القمه، فانت تفصل خالص، مالكش دعوه بماتش القمه، ما تفكرش بيه. المعادله دي انت لو مدير فني يا محمد تعمل ايه مع اللعيبه؟ تقول لهم ايه؟ يعني لو انا مدير فني هحفزهم بس، بمعنى يعني انا مثلا دلوقتي ممكن افرجهم على ماتش بيراميدز اللي احنا كسبناه 3، ممكن افرجهم على ماتش الاهلي اللي انت كسبته في نهائي الكاس 2-1، ممكن افرجهم على فرحه الجمهور وهتاف الجمهور للعيبه بعد الماتش ان انا كسبانه. دي حاجات كلها تحفيزيه ملهاش علاقه بالكوره خالص، دي حاجات كلها تحفيزيه ملهاش علاقه بالكوره خالص، دي حاجات كلها تخلي اللعيب يبقى عايز يموت نفسه عشان خاطر النادي، عشان خاطر الجمهور، عشان خاطر اللحظه اللي حصلت اللي انا شفتها من سنه من سنتين، الناس شايلاني على كتافها، الناس يعني انا عجباني جدا الفرحه بتاعت امام عاشور في الجونه، عجباني جدا الفرحه بتاعت زيزو في مباراه الشرقيه الدخان. اللقطات دي لازم تيجي، لازم اللعيبه تشوف رد فعل الجمهور. انا ما بوريكش زيزو، ما بوريكش امام عاشور، انا بوريك رد فعل الجماهير اللي بتعشق الكيان عامله ازاي بمكسبك. انت فاهم قصدي؟ اوريك رد فعل الجمهور في مباراه نهائي الكونفدراليه. الحاجات دي كلها رسائل تحفيزيه للعيبه، لازم ده توقيتها، لان انت داخل على ماتشين، ماتش يحطك نهائي كاس، ماتش يرجعك اول دوري، فانت داخل على ماتشين جامدين جدا. ايه النصيحه اللي تقولها للعيبه؟ انا اقول للعيبه انتوا افضل فرقه في مصر حاليا، يعني اقفل موبايلك زي ما بيقولوا كده، اقفل باقه النت عندك زي ما بيقولوا، واقفل التلفزيون خالص، ما تتفرجش على قناه الزمالك، القناه الوحيده اللي داعمه ليك، هي الوحيده اللي بتتكلم في الحق، هي الوحيده اللي بتقول
عنك كلام كويس، لان انت تستحق ان يتقال عنك كلام كويس، تمام؟ وما تسمعش لحد خالص، ما تنسقش ورا حد خالص من الناس اللي هي عايزه تطلعك بره تركيزك. ركز، انت بتلعب في نادي كبير، انت لعيب محترم ولعيب كبير، لولا كده انت ما كنتش لبست فانيله نادي الزمالك، ما كناش سمحنا ليك بالكلام ده. فاحنا كجمهور الزمالك مستنيين منك كتير جدا 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 جدا. جمهور الزمالك ذواق، حتى لو بعد الشهر اتغلبت ومؤدي اداء كويس، بتلاقي جمهور الزمالك الوحيد اللي في العالم بيندهلك وبيسقف لك ومبسوطين طبعا، ومبسوطين جدا جدا بيك. فاحنا مستنيينكم تفرحونا، لان انتوا سبب فرحتنا بقالكم اكتر من سنه، وعودتونا على البطولات. يعني انتوا اللي معودنا على كده، انتوا اللي طمعتونا ان احنا ناخد دوري وكاس كل سنه مع بعض، تمام؟ لا بالعكس، احنا طمعانين فيكم السنه دي ان احنا ناخد افريقيا كمان، يعني يبقى دوري وكاس وافريقيا ان شاء الله وسوبر، ويعني فاحنا طمعانين في زياده، احنا ما بنشبعش بطولات، ومتعشمين فيكم جامد جدا جدا جدا، وان شاء الله انتوا تبقوا قد المسؤوليه. ركزوا، انتوا افضل لعيبه في مصر، لازم يحطوا في بالهم جدا، بس هتكسب اي حد. دور كبير كمان للاداره، اداره النادي برئاسه المستشار مرتضى منصور، في دعم الفرقه، في دعم اللعيبه، بتدافع عن اللعيبه حتى يعني من خلال السوشيال ميديا السلبيه، يعني حتى بيقول لك انتوا زهقتوا اللاعب الفلاني مشيتوه، زهقتوا اللاعب العلاني، بيدافعوا عن اللعيبه، بيشكروا اي لعيب محترم، بيقوموا اي لعيب بيخرج عن السياق، في نفس الوقت بيدعموا الاداره الفنيه، الجهاز الفني، شايف ازاي دور الاداره في كم الدعم ده للعيبه والفريق والجهاز الفني؟ بص، احنا طبعا بنشكر المستشار مرتضى منصور ومجلس ادارته بالكامل والاستاذ امير مرتضى على الجهد العالي جدا جدا المبذول. يعني هنبسطها كده احمد، يعني واحد بيحارب عشان النادي بسكينه قدام رشاشات ودبابات وبتاع، وواقف زي الاسد، يعني ما تهزش. فانت داعم للنادي، لان انت يعني التطوير اللي حاصل في النادي ده كله يرجع طبعا بعد ربنا لمجلس اداره، بيحارب عشان يجيب فلوس للنادي، وبيحارب عشان يجيب مستحقات لعيبه. وخلي بالك المستشار مرتضى في عقوباته على اللعيبه يا احمد، تحس انه اب، يعني عارف انت مثلا مشكله فتوح والحاجات دي، تحس انه اب بيعاقب ابنه اللي هو زعلان، انا زعلان منك، انا لما ابني بيعمل حاجه وحشه بصير عليه بشكل جامد جدا جدا جدا، وبعديها بلحظه باخده في حضني لان هو ابني، انا مش هذبحه، بس متضايق ان ابني هو اللي عمل كده. فهو تحس ان هو حتى في انفعالاته في قراراته تحس انه اب، تحس ان هو بيعامل لعيبه الزمالك كلهم ان هم اولاده. فدي حاجه، دي حاجه جميله جدا جدا. خلي بالك اللعيبه كلها فاهمه ده، عشان كده محدش بيزعل من المستشار، يعني حتى لما هو بيصير على لعيب ولا بتاع، اللعيبه فاهمه ان هو بيتعامل معاهم كاب، زائد ان اللعيبه دي يعني احترامي واخدين كل حقوقهم في ظل كل الصراعات اللي على النادي وكل الهجوم اللي على النادي وكل الضغط الخارجي والداخلي وكل حاجه اللي على النادي، والراجل واقف ما تهزش، بيجيب مصادر للنادي، بيجيب موارد للنادي، بيوفر للعيبه كل حاجه، حطك دايما وسط الكبار ماليا وكل حاجه كل حاجه، واداريا وفنيا، جايب لك افضل من افضل المدربين اللي في العالم، ما هو ده راجل برضه سعره عالي جدا بالنسبه له هو والجهاز الفني بتاعه، جايب افضل لعيبه، بيجيب افضل صفقات، ودايما بيفكر في التطوير، ودايما يعني انا عايز اقول لك انا قاعد في النادي على طول، المستشار يعني الله يكون في عونه تقريبا ما بينامش والله، احنا بنشوفه النادي كل شويه، فاللي هو انت طب بتنام امتى؟ بتريح نفسك امتى؟ ما فيش. فهو شغله الشاغل النادي الزمالك، فاحنا بنشكره وبندعمه وبنقول له احنا في ظهرك، واحنا برضو زي ما احنا قلنا للعيبه انتوا عودتونا على ده، المستشار مرتضى عودنا على ده، وعودنا ان هو دايما يبقى واقف اسد، ودايما يبقى واقف في ظهر الفرقه وفي ظهر النادي، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله، والناس تبعد عنه شويه كده عشان ربنا يكرمنا باذن الله ان شاء الله. كان في موضوع حلقتنا النهارده ما خدناش اراء جمهورنا على السوشيال ميديا، تعالوا دلوقتي ناخد اراء جمهورنا على السوشيال ميديا بحضور طبعا كابتن محمد ابراهيم. الموضوع كان بيقول قائمه الزمالك لمواجهه بيراميدز في كاس مصر، شايف انت ازاي طريقه اللعب الامثل لحامل اللقب؟ تعالوا بقى نروح لاراء جمهورنا على السوشيال ميديا. هنبدا من عند فرح اللي بتقول صباح الخير والسعاده، شكرا جزيلا يا فرح. من وجهه نظري نبدا بخطه 3 4 3، عواد، الزناري، حسام عبد المجيد، المسلوسي، شيفو، دونجا، امام عاشور، سيد، نيمار،
يوسف اسامه ربيه الجزيري واحمد زيزو. كل الدعم والتوفيق وان شاء الله الكاس في متابعه. تحياتي ليك، بشكرك شكرا جزيلا. محمد الديري بيصبح علينا وبيقول قائمه الزمالك لمباراه بيراميدز بتشهد عوده عمر جابر واستمرار غياب فتوح وعبد الله جمعه، اما بالنسبه لافضل طريقه لعب هي 4-2-3-1، ولابد من الضغط على الخصم من اول دقيقه واستغلال الفرص المتاحه، لان المباراه صعبه ولازم التركيز، وان شاء الله التوفيق يكون حليف لينا ونكسب 2-0 ونصعد لنهائي كاس مصر السنه دي زملكاوي. اشكرك شكرا جزيلا يا محمد. كريم بيصبح علينا وبيقول القايمه بتاعت المباراه رائعه، وان شاء الله تكون مباراه بيراميدز تكون هي عوده الانتصارات، واتمنى ان فريرا يلعب بكثافه هجوميه 4-1-4-1 بالتوفيق للعيبه الزمالك. زملكاوي افتخر، بشكرك جدا كريم، بس 4-1-4-1 دي حلوه مع جميله طبعا، عجبانه، بحب الخطه اللي هو يزق الفرقه كلها. انا بحب العب الخطه، لا انا بالعكس ده. انت بتعمل كتله عدديه. عارف مين اللي كان بيلعبها في كاس العالم؟ المغرب. انا بقول لك لا، المغرب كان بيلعبوا 4-1. انا شخصيا بحب الطريقه دي جدا، هي عايزه امكانيات لعيبه بس معينه بالظبط، تمام، وعايزه هو عايزه بص عايزه 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 مثلا دونجا رؤى اللي هو اربعه وقدامهم دونجا رؤى، بس يبقى ليه يعني مهام معينه ان انت ما تطلعش بره الدايره، وان انت سبورت لاي حد بيغلط من الاربعه اللي قدامك، انت فاهم، ويبقى قدامه مثلا لو سيف جعفر وقدامه امام عاشور. دي عايزه روقان، هتكسب اي حد، دي عايزه حلقه لوحدها، هتكسب اي حد. شرفتنا ونورتنا يا هيبه حبيبي يا ابو احمد، شرفت ونورنا كابتن محمد ابراهيم نجم نادي الزمالك السابق، شرفتنا ونورنا في سهم وقوص. انتهت حلقتنا من نهارك ابيض، على امل اللقاء ان شاء الله في حلقه جديده. اسيبكم بكره ان شاء الله مع نجمه نهارك ابيض الزميله انجي يحيى في حلقه جديده من نهارك ابيض. الى اللقاء.